بنص ستريس وقبل صعودهم على المسرح. فيليكس كان مسيطر بالكواليس. مش عم لاقي تليفوني، حدا شاف لي تليفوني هون؟ محمد شفت لي التليفون؟ تليفوني وين؟ لأنه عيدة أول السنة، فإن شاء الله هالسنة تكون حلوة وكل شيء عم بعمله أقدر أنجح فيه. وثانك يو للكل. بس خلونا نرجع للغز. سارة قررت تعمل الضرب وتصوت لحالها من خلال تلفونات زملائها. سارة بكنان دون. لكن يا سارة، الخطة ما زبطت معك للأسف. للأسف سارة الليلة رح نودعي. كانت تجربة كتير حلوة، علمتني كتير قصص عني وعن كيف الواحد بيتعامل كمان on stage. وصلنا لمرحلة صرنا هيك kind of a family، بحب الكل ورح اشتاق هيك للجو وللستريس تبع التحضير وللريهرسلز وهيك. I'm so ready إنه أسلم لي تشيك. I hope I made them proud. وكتير حابة إنه أنتو كمان تتعرفوا على هالجمعية وشو بتعمل هالجمعية.